عالي يا كهربا، مساء الفل والف مبروك. اول بطوله دوري ليك مع الاهلي. حبيبي ابراهيم، وحشني والله العظيم. وحشني الله جدا يطمن عليك. جدا. عامل عامل ايه ايه؟ حبيبي؟ الحمد لله بخير الف والله. مبروك، بطوله هي الاولى مع النادي الاهلي. كيف يراها كهربا من وجهه نظره؟ الله يبارك فيك يا حبيبي. ويمكن دايما دي يعني اسعد لحظات حياتي طبعا، ان انا اخد اول دوري في حياتي مع النادي الاهلي وبيتي. فبالنسبه لي دي يعني يمكن اغلى بطوله في حياتي يعني صراحه. طيب اسالك بقى على استعداداتك النهارده للماتش ده تحديدا. شفناك مجهز تيشيرت لمؤمن زكريا، والنهارده كمان بتسجل هدف. اديني انطباعاتك عن اللقطات دي، وانا عارف ان انت قريب جدا من مؤمن. والله يمكن قبل الماتش كده كنت محضر يعني ان شاء الله كده اجيب جون، يعني يمكن كان اخر ماتش في الدوري، وكان نفسي ان انا يعني اجيب جون الماتش اللي فات ده عشان ارفع يعني التيشيرت عموما، لان اقل حاجه يعني ديت ممكن اقدمها له، لان مؤمن يعني انسان طيب جدا، ودايما معايا بعد كل ماتش بيكلمني، وحتى هو تعبان، فباذن الله يعني ان شاء الله يرجع بالسلامه كده ويفرح معانا ان شاء الله بطوله افريقيا باذن الله. يا رب ان شاء الله باذن الله. ونبقى كهرباء، عشان انا نيني نيني دي ما بفهمهاش، ممكن تشرحها لي؟ قعدت ادور على اصلها ايه ما لقيتهاش. ايه نيني نيني اللي انت بتقولها دي بقى لمؤمن؟ ها، والله انا والله قعدت يعني ادور عليها في كل حته، واخش في الفيديوهات واخش على اليوتيوب واطلع من هنا وادخل لهنا، مش لاقيها. اشرح لي ايه الموضوع ده والنبي. والله انا من زمان يمكن ها عملناها انا ومؤمن كده زمان يعني، ودايما كل ما يجي حد يتكلم معايا كده بهزر مع حد، فببقى زعلان كده واحنا في المنتخب او في النادي وكده، بهزر معاه فببقى زعلان، اه يقول ما تقدرش معايا تاني، فاقعد اقول له نيني نيني دي، وراح ساكت بس على كده طول. خلاص. نيني نيني دي تمام يعني. فهو على طول يعني يتبسط يعني يضحك. بس خلاص هي كده يعني. بقول لك قلبت عليها الكون، ادور لها على اصل مش لاقي الموضوع. انت برضو ما ابن لذينه يعني، ما مالكش حل في لما الحاجات دي. حد يبقى زعلان مش عارف اقول له ايه، فاقول له عملتها، فالحمد لله يعني الناس كلها حباها يعني الحمد صحيح. لله. كهربا، خليني اسالك على الاجواء داخل النادي الاهلي، شايفها ازاي؟ تواجدك مع نجوم النادي الاهلي، الامور اللي هي طبعا البطوله الافريقيه اللي داخل عليها طبعا النادي الاهلي والنهائي افريقيا، شايف الاوضاع دي جوه ازاي؟ وانت عارف طبعا في كلام كتير، كهربا ومنسجم مع النادي الاهلي، لا لسه مش منسجم، لسه ما جابش اجمد فتراته. اشرح لي الموقف عامل ازاي بالنسبه لك يا كهربا. والله الواحد بص مركز طبعا في تمارينه كلها، يمكن انا حصل لي طبعا ظروف لما طبعا في النادي يعني، فمركز تماريني ماليش دعوه بحد يعني خالص. انا اهم حاجه انا عندي هدف ان انا اخد بطوله افريقيا واخد بطولات يعني مع النادي الاهلي. الاجواء جميله طبعا في النادي الاهلي يعني، انا مش غريب يعني، انا يعني ده بيتي بالظبط، واللعيبه يعني روحها جميله جدا، واللعيبه كويسه جدا، ومعايا يعني دايما بيساعدوني. لكن نقطة إن أنا لسه ما انسجمتش، مش عارف، أنا يمكن لو أنت عديت ماتشات اللي أنا لعبتها من ساعة ما جيت النادي، يمكن لو عديت الدقايق اللي لعبتها مش هتلاقي مثلا كملت يعني دقايق كتير يعني، ولكن لا لسه لما ألعب ماتشات أساسية وألعب ماتشات كتير إن شاء الله يعني، الجمهور هو اللي يحكم يعني عليا، لأن الجمهور الأهلي دايما بيسند اللعيبة ودايما في ظهري، وكفاية حبهم ليا يعني الفترة اللي فاتت دي كلها يعني. صحيح. انا عارف ان انت يعني عندك امكانيات كبيره جدا جدا، بس الناس دايما وجمهور النادي الاهلي مستني من كهربا انه يسجل الاهداف، مستني من كهربا انه يصنع الاهداف. مستعجل انت شويه يا كهربا، صح؟ والله يمكن مستعجل عشان خاطر يمكن عد الدقايق اللي بلعبها، او يعني او الماتشات اللي بلعبها ما بتبقاش كتير، فببقى دايما يعني عايز اعمل كل حاجه اسعد بيها الجماهير، عايز افرحهم لان هم وقفوا في داري كتير وقفوا معايا كتير، فان شاء الله باذن الله يعني في نهائي افريقيا باذن الله اقدر افرحهم ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله باذن الله. بتكلم بقى على بطوله افريقيا، شايفها ازاي من وجهه نظرك؟ هل اقتربت من النادي الاهلي ولا لا؟ والله يمكن احنا مركزين واللعيبه كلها عندها دافع كبير جدا يعني ان احنا ناخدها، لان يمكن اهم بطوله هتبقى بالنسبه لنا بالنسبه للجيل ده كله، يمكن معظمنا ما خدش البطوله دي خالص، فكل اللعيبه مركزه فيها من يعني من اول لما لعبنا البطوله، فان شاء الله نقدر باذن الله ان شاء الله كده نكون على قدر المسؤوليه وناخد البطوله باذن الله عشان نفرح بيها الجميع باذن الله. تعامل ازاي موسيماني معاكم في الفترة الأخيرة؟ لسه كنت بتكلم مع كابتن سامي قمصان، هي شايف انه راجل قريب منكم جدا كلعيبة يعني. لا والله يمكن موسيماني حاسس اللي هو كان دارسنا وعايش معانا يعني من زمان، حاسس ان احنا كلنا اولاده، ان احنا معاه دايما دايما بيساعد اللعبة كلها نفسيا، اللعبة اللي بره قبل اللي بيلعبوا، ودايما كل تمارين الفايت دي كلها يعني بيعلمنا يمكن بيعلمنا نلعب كرة ازاي بصراحة يعني، يمكن حاجة حلوة قوي. وديك شايف المشكله اللي فاتت دي كلها بدانا نلعب وكل واحد يعني ايه يلعب بيعلمكم تلعبوا كرة حلوة؟ انا بحب اقف عند الحاجات دي. يعني هو بيعلمنا التكتيك،
يبقى علينا نلعب كويس، يعني ناخد راحتنا في الملعب، نلعب براحتنا، بياخد من كل واحد المميزات اللي عنده. فدي يعني مش يعني يمكن المدربين كتير مش بيكتفك قوي يعني، يعني اللي هو عايز ياخد احسن حاجه عندك وفي نفس الوقت جوه نطاق التعليمات بتاعته، وهو بيبقى عارف ايه اللي عندي مثلا كويس، عشان كده باخده بياخده مني بس. فيعني دي حاجه حلوه يعني بالنسبه ان احنا نكون معانا طبعا مدرب زي ده، يعني شخصيه كويسه جميله وحلوه، فان شاء الله باذن الله نعمل معاه بطولات كبيره باذن الله ان شاء الله. احمد فتحي النهارده بينهي مسيرته مع النادي الاهلي وبياخد خطوه اخرى، كيف تراها وكيف يعني، او ما الذي تقوله تحديدا لاحمد فتحي بعد الوداع النهارده والتحيه اللي كانت منكم كلاعيبه للنادي الاهلي ومن ايضا بعض الجماهير اللي كانت متواجده؟ والله يمكن كابتن احمد فتحي طبعا يعني من اقرب الناس ليا، ودايما على طول مع الاكل مع بعض، نقعد مع بعض على طول، يعني انا كنت كل شويه اقول له طبعا يعني هفتقدك هنا، وبجد يعني هفتقده جدا، لان من الشخصيات الرائعه وشخصيات كويسه جدا، وبتمنى له طبعا التوفيق يعني في اي مكان هو هيروح، هو يعني اي نادي يلعب فيه او اي حاجه، يعني هو هيفضل بالنسبه لنا قدوه وبالنسبه لنا تاريخ، بتمنى له التوفيق دايما يعني، وهو شخصيه يعني رائعه بصراحه. طيب قبل برضو ما خليك تقول رسالة لجمهور الأهلي النهاردة، حجازي كان بيلعب مع اتحاد جدة وتألق وكلام كتير بقى، انت كنت في اتحاد جدة وعملت ماتشات جامدة والناس ربطت ما بين كهربا المهاجم والمرة دي موجود مدافع مصري متألق الحاجز أحمد حجازي، تقول ايه لحجازي النهاردة لانه جماهير برضو اتحاد جدة بتبقى مركزة معاك برضو انت عارف؟ والله جماهير، انا خرجت اصلا من الماتش لسه من شويه، رسائل جايلي كتير قوي يعني. أيوة. ما شاء الله يعني ما اتفرجتش على الماتش، عمل ماتش هايل وعالمي. يمكن انا بعت له قبل الماتش، انا قلت له يمكن الماتش ده اهم ماتش يعني بالنسبه للاتحاد في الدوري، الديربي بيبقى حاجه جميله جدا، وان شاء الله ربنا يكرمه، فالحمد لله يعني ربنا كرمه وانه ما دخلش اجوان، يعني حاجه بالنسبه له ان شاء الله بدايه مبشره وهيكسر الدنيا ان شاء الله معانا. واخد رايك فعلا قبل ما يروح اتحاد جده؟ كانوا بنتكلم انا هو كتير يعني الفتره دي الصراحه. من الفرق الكبيره ومن الفرق المحترمه اتحاد جده ان شاء الله معاه حاجه محترمه. طيب قبل ما اختم معاك بقى النهارده، في لقطه ظهرت كده وكل الناس انت عارف السوشيال ميديا بتتكلم عنها وكل المواقع، اللقطه اللي حصلت ما بينك وبين الكابتن فضل، ايه اللي حصل بالظبط يا كهربا؟ والله يا كابتن بص يا ابراهيم، بص انا مش انا الفتره اللي فاتت دي كلها عامل كنترول على نفسي، مش عايز مشاكل، مش مشاكل خالص، يمكن دايما بضحك وبهزر، انا ما عملتلوش حاجه اصلا ولا كلمت خالص، يعني يمكن انا النهارده جاي افرح، جاي احتفل بالدوري بتاعي ان انا واخده، انا بسلم على كابتن خطيب وبسلم على مؤمن، مفيش اي مشكله، وماشي جنب مؤمن وشايل ابنه، وهو راح زقني من زي كده من ظهري، يمكن اللقطه ظهرت يعني. انت اللي زقته الاول ولا هو اللي زقك الاول؟ لا يا ابراهيم، انت لو لقيت الفيديو هتلاقي ان هو اللي زقني اصلا، انا ما عملتش اي حاجه خالص اصلا، ولا اتكلمت معاه في حاجه، خلي بالك، ولا اتكلمت معاه في حاجه ولا اي حاجه اصلا، انا ما فيش اصلا، ما فيش مشاكل اصلا خالص يعني. ما حصلش مشادة ما بينك وقلت له ما تمسكنيش ما تلمسنيش كده؟ ايوه قلت له طبعا. انا واحد مسكني وزقني غير ما اعمل له حاجه، بس هو اللي بدا، انت بتقول ان هو اللي بدا مش ابراهيم. انت الفيديو هتلاقيه نازل واتفرج عليه كويس يعني. كان ايه اسبابه يعني، كان ايه اسبابه؟ ما انت لعيب كوره كبير وكابتن فضل، ما فيش حاجه والله ولا اي سبب يعني. انا حتى عمال انا حتى انا خلي بالك انا عمال اتفرج، انا ما كنتش مركز يعني، انا عمال اتفرج على الفيديو بجد. طب انا عملت ايه؟ طب وايه اللي حصل؟ مش جايز هو بروتوكوليا كان عايز هو اللي يبقى موجود علشان هو ممثل اتحاد الكوره، فيبقى جنب يتصور مع الكابتن الخطيب ومؤمن، فانت كنت في النص مثلا؟ مش جايز. انا اصلا بعيد، تخلي بالك انا قلت اتصور بعيد، انا مش بتصور، انا كنت بستقبل مؤمن بسلم عليه. لكن انا مش بتصور ولا حاجه، ده هو كان اصلا ماشي وخليت يعني ماشي جنب مؤمن، ماليش دعوه خالص بيه يعني، ما اتكلمتش معاه في حاجه. ما اتكلمتش معاه. كان عرفت انه كابتن الخطيب كمان احتوى الموضوع بسرعه وندهى عليه علشان خاطر يتصور له الصوره الثلاثيه. طيب هل انت حابب تقول اي حاجه في الموضوع ده تحديدا علشان خاطر لو نقفله وننهيه؟ انا مش عايز يعني الموضوع مقفول يعني بالنسبه لي انا ابراهيم، ما فيش اصلا اي حاجه بينه وبينه، مفيش اي مشاكل، وانا ما بغلطتش يعني في حاجه يعني، كل اللقطات واضحه وكل حاجه موجوده يعني. عايز تقول انا ما بغلطش في حد اكبر مني يعني، عارف يعني. عايز تقول لجمهور النادي الاهلي بقى النهارده بعد التتويج ده وكمان وانت داخل على البطوله الافريقيه؟ يمكن بشكر جمهور النادي الاهلي على دعمهم ووقوفهم جنبي الفتره اللي فاتت دي كلها، وان شاء الله باذن الله اكون عند حسن ظنهم باذن الله. يمكن انا عندي 26 سنه، يمكن الواحد يعني مبسوط ان هو راح في السنه ده في النادي الاهلي، لان ده بيته وكان حلم حياتي، واقدر اقول لهم يعني ان شاء الله باذن الله يعني هو هيعلى الفتره الجايه واحده واحده ان شاء الله، وهقدر يعني اعمل لكم كل نفسكم باذن الله السنين اللي جايه ان شاء الله.
ربنا يكرمك، ربنا يكرمك كهربا، وشد حيلك وركز في الملعب، عندك كرة كتير وعندك امكانيات كتير، ودايما انا بتكلم عنك وانا عارف كويس، انا دخلت بيتك وقلت الكلام ده على الهواء قبل كده، وعارف ان انت ابن ناس مقصلين، ووالدك ووالدتك ناس يعني بالبلدي كده شبهنا، وانت عندك حاجات كتيره تقدمها للكوره. شد حيلك وركز في الملعب وما تخليش حد يبعدك، وربنا يكرمك ويوفقك يا كهربا يا رب ان شاء الله. ان شاء الله ربنا يخليك. امسك في الفرصه، امسك في الفرصه بايدك واسنانك، انت تستحقها. ربنا يكرمك ويوفقك، اشكرك شكرا جزيلا. كهربا نجم النادي